مساء النور لكم ولمتابعين قناتكم الكرام. أهلا وسهلا. طبعا بالنسبة لموضوع القصف، موضوع القصف هو أصبح سياسي ممنهجة لدى دولة الاحتلال التركي، وتزداد أيضا عمليات القصف يعني بشكل متواصل في الآونة الأخيرة مع التطورات أيضا اللي تتلاحق في الشأن الداخلي التركي. لديهم انتخابات في آخر شهر آذار، انتخابات محلية. طبعا دائما سياسة أردوغان وحزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان يقوم على مبدأ تحريك الملفات الداخلية والإقليمية من خلال ما يقوم به من تسخين الجبهات على الحدود الجنوبية. وهالخطورة الناتجة لما تشمل المدنيين والمناطق السكنية واستهداف المرافق الحيوية لا تهم دولة الاحتلال التركي، وخصوصا أننا في منطقة الشرق الأوسط العالم كله مشغول فيما يحدث في قطاع غزة، ومشغول في الأساس عما يحدث في الوضع السوري وما تقوم به دولة الاحتلال التركي من استهدافات وقصف. وطبعا دائما أردوغان وحكومة دولة الاحتلال التركي كما قلنا تستغل الظروف، تستغل الأوضاع لكي تزيد من الهجمات والقصف. أردوغان مطلع هذا الأسبوع كان له تهديد أننا لن نتوقف وسنشن عمليات على الحدود الجنوبية، يقصد فيها سوريا في الشمال السوري المتاقم الحدود مع تركيا. إذن هذه العمليات التي تأتي طبعا على حساب المدنيين العزل الآمنين، صحيح. وتأتي لتسويق دائما السياسات التركية في منطقة الشرق الأوسط عموما وفي سوريا، وهو يستغل هذا الوضع، ولذلك نرى هذه الاستهدافات لا تتوقف وهي دائما مستمرة وتتنقل ما بين مناطق شمال شرق سوريا وما بين شمال غرب سوريا في المناطق التي تستهدفها اليوم حاليا في إقليم الشهباء. نعم، يعني هذه الاستهدافات وهذه الخروقات التي يقوم بها الاحتلال التركي من خلال فصائله الإرهابية في المنطقة هي معروفة للجميع وتنشر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني انتهاكات يومية، محاولة زعزعة وأمن واستقرار المدن السورية. كل هذه الممارسات التي تقوم على خرق القوانين والمواثيق الدولية، نتساءل عن المجتمع الدولي من كل هذا، هل برأيك هناك دول ما ربما هي داعمة لهذه الجرائم أو ربما تغض الطرف عنها؟ طبعا الموضوع الملف السوري بشكل عام تعرض لكثير يعني من التراجع من سلم الأولويات الدولية وأولويات المجتمع الدولي بشكل عام من مؤسسات الأمم المتحدة ومن الدول العالمية ذات الثقل في منطقة الشرق الأوسط. طبعا لاحظنا هذا الأمر بدأ مع ونحن نعيش الذكرى الحرب الروسية في أوكرانيا الذكرى الثالثة، كان هناك تراجع كثير للملف السوري، وحاليا في الأشهر الأخيرة تراجع الوضع الملف السوري بسبب الحرب الإقليمية الواقعة في إسرائيل وحركة حماس. وهذا الاستغلال للأسف دولة الاحتلال التركي طبعا تضيف للاستغلال علاقات المتقاطعة، علاقات المصالح. يعني طبعا تركيا تستفيد مما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية بشأن ممرات البحر الأسود، فهناك صمت بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية عموما. وبالنسبة لما يحدث أيضا في موضوع الشرق الأوسط هناك انشغال دولي، حتى هناك انشغال إعلامي. لذلك يعني المأساة الشعب السوري الذي يدفعها بكافة مكوناته حتى لا تلقى اهتمام على القنوات الإعلامية بالشكل الذي يبرج حجم المأساة وحجم المعاناة والانتهاكات التي تقع على شعبنا السوري من كافة المكونات وفي كافة الجغرافيا السورية وخصوصا من دولة الاحتلال التركي في الشمال السوري. نعم، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات والإيضاحات من شمال شرق سوريا. أحمد شوى، مسؤول العلاقات في مجلس إدلب الخضراء.